كمامة، كنت كل يوم أسوي بث كل يوم وين؟ في التيك توك، المهم كمامة طبعا قبل سنتين أو سنة تقريبا، سنة ونص كذا سنة، المهم كنت أسوي بالكمامة وبث كل يوم كل يوم، وأدخل برامج، المهم إني ما خليت برنامج، وأجمع فلوس من الهدايا دي، وأجمع وأثثينا 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 طبعا لين توظفت، وأدخل بث، تخيل أرجع من الوظيفة من وظيفتي واتغدى وافتح بث، ويلا بث بث بث، ابغى اصير مشهوره، وكنت اتمنى اطلع مع واحد مشهور ولا مشهوره، بس اطلع معهم قست عشان ينتشر مقطعي، وكانوا يدخلون 4000 5000، اوه استانس، اقول اني الحين مشهوره، المهم يصورون لي واستانس على ايش؟ على التصاميم اللي ذي التصاميم اللي يسوونها على الصور. المهم شوي 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 والله زقت معي الصراحة، تبي الحقيقة زقت معي، قلت يا أخي ما يكفيني الراتب، قلت يا أخي إيش أسوي؟ يعني الحمد لله مستورة طيبة، وأقدر أكل وأشرب وأنام مرتاحة وكل شيء، عندي بيت ملك يعني، بس إنه إيش؟ أبغى أسافر، أبغى ألبس، أبغى، فاهم؟ زي حالي حال أي إنسان يتمنى، يبغى له سيارة، كان عندي سيارة خذتها واحدة من البنات وراحت شالي، المهم يا طول عمر زعف أخويتك ذي أخذتها إيه. تخيل صدمت لها بالدوار، قلت له ابوش ما شفت الدوار ايش كبره ما دخلت فيه، المهم طول عمرك واقعد ضايقه، قلت ما فيه الا اني اطلع وجهي الحقيقه، وافتح السناب ونزل صورتي، قالوا بالغلط بالغلط بالغلط، وخليها جوني اهلي، قلت انا قدني خبل، انا ما انا بصحيح، انا مريضه، بنتكم ما هي بصحيح، مريضه مريضه خلوني، لأنه طبعا صارت مشاكل وكذا تعرف قحاطين وصارت مشاكل، دعست قالوا دعست، المهم اصور مقاطع ويوميات واصور واصور واصور، المهم يوصل 80,000 في سنابي، قالوا لي 200، قالوا لي 20,000 زياده يتوثق سنابش، قلت ما شاء الله تبارك الله، المهم واصور، اضغطت نفسي بالتصوير كل شيء، ايش المويه اصورها، اطلع اصور، اروح اصور، ادخل كل حتى الغرفة بروح انام اصور، يعني اهلكت نفسي، ثم جاء المقطع وذنكها، اي وجه يوم الايام وانت واصور مقطع وذنكها، وارجع البيت وارقد، صحيت من النوم طبعا كنت ضايقة ذاك الليل، ضايقة متضايقة وطفرانة، وراتبي قد انتهى وباقي له، باقي له يمكن تقريبا 15 يوم ولا عندي ريال واحد، وارقد يوم صحيت من النوم اللي يكلمني فانس في الواتساب، قال رهف القحطاني، قلت ايه نعم تفضل، قال انا فانز لك اول مرة ادري ان عندي فانز، ما صدقت على الله، قلت ووو عندي فانز عندي فانز، رحت علمت امي وخالتي وكلهم ان عندي فانز، قلت خلاص الحين وصلت للشهرة، المهم راح وخذ المقطع، قال عادي اخذه، قلت خذه، ياخذ المقطع وينزله، يوم نزله جاني قال رهف وصل مقطع 5 مليون، رهف وصل مقطع 8 مليون، رهف وصل مقطع 12 مليون، وينتشر المقطع، ويومين يا طويل العمر ويكلمون ام بي سي، ما شاء الله تخيل، هم يقولون ليش انا طلعت وجهه وكذا، انا ابغى اكون مشهوره، ابغى اكون ممثله، بس ايش اسوي؟ كانوا اهلي مانعيني، ف ما انا ابغى اشتهر، كيف اشتهر؟ ابغى اوصل للتمثيل، اوصل للتمثيل بكمامتي ما بقدر، انا لي يعني ابغى اوصل للتلفزيون، ما ابغى بس سناب، ابغى تلفزيون، انا تبين تصدرك ترى عندي مسلسل في ام بي سي، تبي تصير ممثله؟ عندي ذا الحين، عندي ذا الحين انا حتى عندي مسلسل، انت اللي يكون في نفس المسلسل اللي انا فيه، لا لمحي اعطيني واحده من ورا التريلات كذا في ام بي سي ان شاء الله ان شاء الله، وحتى انا في ام بي سي، طيب اسمعني اسمعني، انا ابغى تلفزيون، ابغى اطلع في التلفزيون، كل ما شفت ممثله اقول يا اخي انا ودي اكون مكانها، ودي اكون